مع سيلكتور صار لنا تقريبا 10 سنين وهن بيمثلوا جي تي اي بالتونيجيان ماركت. نحن ليش بهمنا يكون عنا جي اس اي او وكيل يمثل الجي تي اي؟ لانه هو صله الوصل، هو اللي بيامن الجود سيرفيس، عنده تيم على بالارض بينزلوا كل يوم بيشوفوا الترافل ايجنسي. نحن اللي بيفرقنا جي تي اي اكتشلي عن different suppliers بالماركت اللي هن التكنولوجي بلاتفورمز، نحن انه كان جي تي اي كان جي اس اي نحن we go to the travel agencies ونشوف شو requirements، والrequirements هي more of personal relationship، شو فينا نحسن الطريقة اللي نحن منقدم فيها السيرفيس، بلس شو البرودكت اللي ما عنا اياها اللي مطلوبة من الماركت for specific markets. وثالث شيء كمان نحن اللي عم نلاقيه صعوبة يمكن بالتونيجي ماركت هو الموني ترانسفيرز. موني ترانسفيرز هيدي اللي عم بتأثر على الاوتجوينج بزنس تو جرو. So this is a I think هيدي نقطة we should tackle it، لأنه هيدي عم بتعمل limitation للتونيجيان market إنه to grow. البي تو سي عم بيكبر وراح يكبر أكثر من عم نشوفه، بس في البي تو بي عم بيضلوا مطلوب، والعالم اللي عم تسافر عم بتزيد. So راح يكون في market share للبي تو بي and للبي تو سي.